بتقول الأفلاك لمواليد القوس بالأسبوع الثاني من شهر كانون الأول ديسمبر 2022. بالأسبوع الماضي لمحت لك شوي عن هالأسبوع وقلت لك انتبه من عمليات تضليل، لأنه إذا ما كنت صادق أو إذا كان في اقتراحات مغرية ومش صادقة من التنين الماضي، يعني بخمس الشهر للجمعة، لح تكون الأجواء شوي فيها ضغوطات. أمتين الخميس 8 من هالشهر والجمعة 9، هول يومين شوي معاكسين، لازم ما تتسرع خلالهم وتضلك هادي وتنظر إلى الأمور بإيجابية. يمكن تشتد المنافسة جدا أو يمكن تبحث أمر له علاقة بوضع صحي دقيق. تشتد المنافسة اعتبارا من السبت 10، خاصة بالمجال المهني، يمكن تواجه بعض الحقارة بالتصرفات بين السبت 10 والأحد 11، أو تتعرض لبعض الانتقادات والملاحظات المغرضة. فتجنب هالأمر عزيز القوس، ما تتورط أبدا بشأن ما بيخدم مصالحك، بس بتفرح بفرصة تتاح لك أيضا. رغم هالشي ابتداء من 12 أو بين 12 و14، بين التنين 12 والأربعة 14 بمجال عملك أو بمحادثة تقدم عليها أو بمنصب أو وظيفة تعرض عليك، لح تكون جاذبيتك كتير كبيرة. بحالفك الحظ ويمكن يحمل لك بآخر هالأسبوع مفاجأة عزبة.